السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. الوغ هذا الفيديو سي بوغ لي ان اسي داكور دونك اولى اعدادي. من بعد ما حطيت لكم البرومي كور ديال الفيزيك خدمت معكم شي سيري ولا لا؟ جو بونس كو لا بروميير سيري هادي فوالا. دونك لا سيري ديجا حطيتها لكم في الجروب ديال التليجرام، المجموعه المجانيه ديجا كاينه. جيسبر تكونوا شاركتوا فيها باش توصلوا بهاد لي سيري. حاولوا تطبعوهم اولا تقدروا تخدموهم غير من التليفون، عملوا محاوله وتسناو معايا التصحيح. هذه اولا. ثانيا غنبغي نذكركم بمجموعه النخبه اللي هي مجموعه كنعمل معاهم حصص خصوصيه خاصه، اوكي؟ كيكونوا ابل فيديو، يعني كيشوفوني وكيسمعوني وحتى هما كيمكن لهم انهم يشاركوا. دونك نيزيتي با انكم تواصلوا معايا للمزيد من المعلومات، طبعا بثمن رمزي جدا 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 جدا. الجروب راه ديجا مقاعد محدوده، يعني قريب نسد باش نبداو. احنا ديجا بدينا اسبوع هذا، يعني باش نكملوا ان شاء الله العام كامل. يلا دونك البروميير كور لو دون نوتر انفيرونمون، يعني الماء من حولنا. نبداو بالبروميير اكزرسيس. دونك قال كوش لا كاز كي كونفيان. دونك لو اوكوب 3 سور 4 دو لا سورفاس دو لا تير. اذا الماء اوكوب ثلاثة العربية، مهم كاين ثلاثة على أربعة، يعني أرباع ديال الكرة الأرضية، وهذه المعلومة فهي صحيحة. لو اي انديسبونسابل على في دي زوم. الماء فهو واحد الحاجة ضرورية بالنسبة لجسم الإنسان في الحياة، طبعا في الحياة ديال الإنسان صحيح. L'ensemble des réserves d'eau sur la Terre est appelé l'atmosphère. Iden, المجموعه ديال لي ريزيرف دو، قلنا داك الخزانات ديال الماء كنعطيوها واحد الاسم اللي هو ليدروسفير. دونك ماشي لاتموسفير، ايدروسفير. دونك سي فو. L'eau présente dans l'atmosphère sous forme vapeur d'eau. Donc, الماء يتواجد في الغلاف الجوي على شكل بخار الماء، وهذه المعلومة صحيحة. Le passage de l'état solide à l'état liquide كيتسمى بلا فيزيون، يعني المرور أو الانتقال من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة كتسمى لا فيزيون، الانصهار. معلومه صحيحه. لو باساج دو ليتا ليكيد ا ليتا غازو ايت ابيلي ليكيفاكسيون. دونك الانتقال او التحول من الحاله السائله الى الحاله الصلبه كتسمى، دونك معلومه خاطئه، كتسمى بالفابوريزاسيون. C'est le nitrate d'argent. Donc nitrate d'argent, on a tarat le fait d'un المسحوق qui permet de détecter la présence d'eau dans les aliments. Donc شكون هو المسحوق اللي كيمكننا من كشف عن الماء في الأغذية؟ دونك هو سلفات دو كويفر انيدر، ماشي نيتراط دارجون. دونك فو sulfate de cuivre anhydre. En présence d'eau, بوجود الماء, le sulfate de cuivre anhydre devient bleu. C'est vrai. Donc là, de معايا. بالنسبة للسلفات دو كويفر انيدر، اللون ديالو هو واحد المسحوق اللي اللون ديالو بيض. دونك اذا عملنا على شي غداء اللي كيكون فيه الماء كيتحول اللون ديالو للازرق. داكوغ. يلا اون باس لدوزيام اكزرسيس. Donc, le deuxième exercice, associer chaque réservoir d'hydrosphère, la khazan ديال المياه, le pourcentage de l'eau sur la terre, بالنسبة للمئوية ديال الماء على الأرض. Donc, بالنسبة les glaciers, 2,1. بالنسبة l'eau salée.
Donc 97,2 l'ozone. بالنسبة للأتموسفير. Donc l'atmosphère 0,01. Voilà. بالنسبة les lacs et les rivières. Donc je me نوحت على نعمله. Okay. Donc l'eau douce. L'eau douce c'est 0,8. Les nappes souterraines, donc les nappes souterraines, donc 0,6. Les lacs et les rivières, 0,1. D'accord? Donc j'espère que tu connais ce moment. Et on passe la troisième exercice. Donc, بالنسبة للتروازيام le troisième exercice, déjà, قلت لكم أنه خاصو يتحفظ باغ كوغ. داكوغ؟ دونك، بالنسبة من سوليد ليكيد، يعني الماء في الحالة الصلبة، الحالة السائلة، سي، دونك الانصهار سي لا فيزيون. من الحالة السائلة الحالة الصلبة كيكون سائل وكيرجع صلب سائل لا سوليديفيكاسيون اوكي دونك من ليكيد كيكون عندي سائل كيرجع البخار الماء سي الفابوريزاسيون ومن غاز ليكيد كوندنساسيون التكثف دونك لا كوندنساسيون عافاكم هذا الشيما تحفظ لان عندكم كتحط بزاف في البرومي كونترول بالنسبه للكاتريام اكزرسيس Voilà, donc observez le dessin, ok, ci-dessous, et fait correspondre à chaque chiffre le mot qui convient en utilisant les mots suivants. On dit les nappes phréatiques, mer ou océan, on dit infiltration, nuage, pluie, ruissellement, neige, glacier, rivière, évaporation et fleuve. دونك تقدروا تعملوا مجهود من عندكم ان كل كلمه تعرفوا شنو غتعني بالعربيه كوم سا تفهموها دونك ان فين هو واحد دونك ان واحد سي دونك نيميرو 1 Voilà, donc hadou chnou houma les glaciers. Yak. Deux. Donc numéro 2, fleuve. D'accord. نيميرو 3 هادي كتسمى هادو لي ناب لي كاين سوترين ناب فرياتيك اوكي نيميرو 4 دونك 4 غادي يكون ريفيير Cinq, mer et océan. Six, il y a six. Donc six neige. Sept,
Oui. Huit. Les nuages se coupent. Neuf. Donc neuf. Neuf, raconte-moi, Hadani, roué seulement. Donc, non, monsieur, oui seulement, ouais, vraiment, infiltration, de bado, infiltration, à deux juges, donc 10, c'est le ruissellement, ou 9, la infiltration, ou alors c'est un arme qui est battu, 11, finir 11, évaporation. يعني تبخر فوالا دونك جيسبر تكون مفهومه اي اون باس داكوغ دونك هنا قال لك مي اون اوردر يعني رتب لي ديفيرونت ايتاب دو سيكل دو لو ديجا قلت لكم وصيتكم انكم تحفظوا المراحل ديال دورة الماء دورة الماء سيكل دو لو يتحفظ دورة الماء دونك اول حاجة شنو غيكون شوفوا معايا اول حاجة راه هي ملي الماء ديال البحر كيتبخر بي ملي كيتبخر شنو كيعمل La vapeur d'eau se liquéfie et forme des nuages. بخار الماء يتكثف وكيرجع ليا سحب. ثالث حاجة l'eau des nuages tombe sur la terre. الماء ديال السحب كيطيح على الأرض. Les fleuves se jettent dans la mer. L'eau de pluie ruisselle sur le sol. Où les ruisseaux se rassemblent et forment les rivières. Voilà. Donc, dernier exercice. Alk. Yassir cherche la présence d'eau dans une carotte, pomme, فرماج دي سيريال دو بان اي دو بان غريي يعني ياسر كيقلب على وجود الماء في الجزر التفاح في الجبن في لي سيريال في الحبوب في الخبز لو بان غريي كيل سوبستانس دو اتون ديبوزي سور شاكان دو سي زانيمو شنو هي الماده اللي خصني نضيف لكل وحده اذا بغيت نعرف واش فيهم الماء ولا لا Donc déjà pour ça, sulfate de cuivre anhydre. Voilà. Je pose cette substance sur chacun de ces aliments. Voilà. قالك كو سو باستيل سي اون ديبوز سيت سوبستانس سور شاكان دو سي زاليمون قالك شنو غيوقع اذا هاد السلفات دو كويفر انيدغ عملناه على كل هاد الماكله كامله دونك هاد السلفات غيرجع غيتغير اللون ديالو غيرجع ليا زرق دليل على وجود الماء Donc, sulfate de cuivre anhydre. Se change en couleur bleue.
داكوغ فوالا. دونك بهذا كنكونوا سالينا لا سيري ديالنا. صراحه سيري مهمه فيها بزاف ديال المعلومات كوم سا كتزيدوا ضبطوا الدرس. دونك بالتوفيق لكم جميعا، تسناوني فيديوهات مقبله ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.